خز انت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو اليوم تي 3 ارينا تير ليست، يعني افضل الشخصيات وين في سيزون 3 يا معلم. 23 شخصية قوية عنا ياهن. خلوني استعرض لكم اول شي انا بحب اشكركم لانكم انتو السبب بهذا الشي. طبعا كل راس شهر شو بتجيني بيجيني الجواهر اللي هن بيعطوني اياها كصانع محتوى. فالجوائز اللي اجتنا يا معلم، شو هي الجوائز اللي اجتنا؟ هي 1200 جوهرة. عرفت تعطيه هيك collect all. طبعا 1200 جوهرة و 400 جوهرة، يعني 1600 جوهرة. خز انت المتابع، انت السبب هذا الشيء. 2 ميجا بوكس طلع لي فيهم هلا، يعني 6. لا لحظة، اليوم الحظ خرافي، طلع لي كمان ultimate كازما اديله. يلا كمان ميجا بوكس ثاني يا حبيبي. اوكي شكله 6 كمان. مستحيل واحدة باسيف واحدة التمت. معناته اليوم شو؟ اليوم الفيديو اسطوري بحت. فمن دون ما اي نطول عليكم ابدا، هاي كانت البداية. شو البداية تبعيت انه انا جاني 1600 جوهرة وصار معي 1400 و800 جوهرة. فحبيباتي شو هلا رح نروح نعمل فيديو تي 3 ارينا تير ليست، وخلوكم معنا. اوكي شباب، طبعا مثل ما عودناكم شو الفيديو رح يكون عبارة عن تصنيفي الخاص ورأيي الشخصي المتواضع الكويس جدا بهي اللعبة بالشخصيات عند سيزون 3. طبعا عندنا 23 شخصية، حسابي فيه 23 شخصية تقريبا، كل الشخصيات 500، يعني 3-4 شخصيات بس تحت ال 500 كأس. فتصنيف هاي الشخصيات انا بلعب يوميا، يعني قليل حتى يجي يوم ما العب باللعبة، وبصادف شخصيات كتير قوية، يعني شخصيات تلعب ضدي كتير متنوعة، وشخصيات تلعب معي، وشخصيات انا بلعب فيها، وتقريبا بلعب بكل الشخصيات. وحكيت هذا الشيء بالفيديوهات اللي قبل، لحتى نعطي يعني المشاهد انه انت جاي تتفرج على ناس، على انسان بيحكي عن هاي اللعبة بشكل حلو. اوكي طبعا مثل ما عودناكم انه دائما ومن دون اي نقاش، من دون اي نقاش يا حبيبي يا عمري، شو بتروح لعند جودكس هيك وبتشيلها، شو بتشيلها، بتحط لي اياها على الاس واو بي تمام. وجودكس يعني مين؟ يعني جودكس هيفاء وهبي المطربات زمان، عرفت؟ شاكيرا العرب، عرفت؟ شاكيرا التي سي ارينا، مارلين مونرو اللعبة، عرفت؟ على قيمة الحلاوة تمام. اكثر شخصية قوية او بي بشكل رهيب جدا، ضربتين هيد شوت يطلع الشامب خالص يا معلم. فجودكس دائما وابدا هي شو؟ هي الشامب رقم واحد عنا باللعبة، ولا حد يناقشني، انا انسان ديمقراطي بس ما بقبل اتناقش بهذا الموضوع، فلا تناقشني بجودكس ابدا حبيبي. شكرا. طيب بنيجي لعنا يا معلم على شو؟ بنيجي خلونا نبلش، بعد ما بلشنا بجودكس نبلش بالشخصيات التانك. الشخصيات التانك يا معلم، عنا شو؟ عنا جبلي، عنا فورت، عنا روبي، وممكن نحط معهم لابولا. طبعا جبلي يا حبيبي هو درع خرافي جدا جدا جدا، ولكن في تشامبات شوتر الجداد صاروا يعني ينهوا لجبلي. عندك مثل جاتلين صارت كتير قوية ضد جبلي، فجبلي كان معي اس تمام، رح انزله هاي المرة للأسف اي، ولكن هو بين الاي والاس بتحسه، عرفت شلون؟ ليش بين الاي والاس؟ جبلي كان قبل اس، ولكن صارت الناس تعرف تلعب ضد جبلي، صارت الناس ما تقرب على جبلي، تلعب معه من بعيد، تحاول تكسر له الدرع، ولكن جبلي بيضل مفيد جدا جدا جدا. نزلناه هاي المرة بسبب وجود جاتلين رهيبة جدا ضد الدرع، وجلوريا رهيبة جدا ضد الدرع، هانتر شوي ضعيف، ولكن القناصة بتكسر له الدرع بضربتين تقريبا مع كم ضربة من الفريق، فبيطلع الدرع خالص. جبلي لما بيروح الدرع بصفي معدوم، فمنحطه اي لانه جبلي كمان مفيد، بيعطيك لما انت فاتح الدرع الناس تضرب من وراك. جبلي اي يا معلم. نروح لعند الشخصية الثانية اللي هي التانك والتشامب اللي نزل السيزون الماضي، اللي هو فورت تمام، بتحديث منتصف السيزون. فورت يا معلم ظريف جدا وقوي جدا تمام، ولكن ضربته بطيئة جدا للأسف، كتير خزلني هذا التشامب، كتير كنت حابب اني ارفعه اكتر من ليفل 7، ولكن ضربته جدا بطيئة، والريلود عنده بطيء تمام، وحركته بطيئة، ولكن الدرع جدا مفيد عنده. الدرع مفيد عنده كتير، لدرجة انه يعني انت بتحط الدرع وين ما بدك، مو مثل جبلي وبتضرب. جبلي ما بفتح الدرع ما بيضرب، هو بحط الدرع وبيضرب. طبعا انا حكيت بفيديو مين اقوى
درع موجود عندنا باللعبة. شوفوا انا بحط لكم اياه باخر الفيديو. فيا معلم تصنيف فورت راح يكون جود، يعني ما هو سترونج كتير تمام ولا هو سيء، لا هو جود بالنص. ولو انت احترفته، يعني احترفته كلمة احتراف يعني، فراح تلعب فيه اس تمام وتقول لي لا فورت كتير كويس، ولكن قليلين اللي انا شفتهم محترفين فورت وقليلين اللي عم يختاروا فورت ضدنا. ففورت جميل ولكن بي تمام هو المكان المناسب له، هي وجهة نظري. نجي بعدين يا معلم على روبي. روبي يا حبيبي بدي احط لك اياها هاي المرة اس تمام، ولا تزعل مني. ليش احط لك اياها اس؟ يا حبيبي حطيت لك روبي اس لانه روبي صايرة خرافية. روبي عن جد لما تطلع ضدي اكره اللعبة. طلع ضدي روبي تمام يا جماعة غير عن اي روبي بعرفه، ما يموت. اول مرة بشوف روبي ما بتموت. روبي كثير قوية، انا بلعب فيها الجيم، يعني اذا عندي جيم صعب تمام بدي ادخل اربح وباخذ روبي. يعني انا اذا بدي اربح جيم تمام شو بعمل؟ بروح باخذ روبي. اذا عندي جيم كثير صعب، امس دخلنا سكريم مع ناس محترفين جدا تمام، دخلنا انا كمان معي محترفين، اخذت روبي. صراحة يعني روبي ظريف، والالتيميت تبعيتها بتقلب اللعبة بلحظة. فروبي بعطيها اس هالمرة وبقول لها انت تفضلي مكانك في الاس ونحن اسفين وحقك على راسي من فوق تمام، لان انا ما حطيتك اس المرة الماضية. فيا معلم روبي اس تمام. وهيك بنكون مين ضل عنا لابولا تقريبا اللي احنا صنفناه مع التانك، ولكن هو سبورت، فخلونا نبلش فيه بين الطرفين. لابولا يا معلم ظريف تمام، ولكن اكل نيرف. شو يعني اكل نيرف؟ يعني اكل تضعيف في القوة وتضعيف في القدرات. للأسف هو بعد ما ضعفوا له قدراته صار عادي، يعني وسط، هو الجود، لا هو السيء تمام ولا هو الممتاز جدا، جود بالنص. فبعدين يا معلم بيجي عنا شو؟ بيجي عنا السبورتات. السبورت عنا اثنين، هن ايريس وكيمست تمام، والاثنين صراحة خرافيين تمام. كيمست ما صار لأي نيرف او باف، مع انه كانوا بحاولوا انه يعملوا لها باف، بس صراحة هي خرافية. وراح اعطيها تقييم اي عند الاحتراف تمام. ولما بكون معك فريق فهمان، كيف يعني فريق فهمان؟ يعني لما انت فريقك يمشي قدامك الاثنين بيلعبوا جنب بعض، ضربتك بتهيل الاثنين تمام، وما بموتوا، والله ما بموتوا. لما يكون ضدنا كيمست صعب جدا نربح. اذا ما قتلت كيمست صعب تربح يا اخي. 8 ضربات، ضربه تقريبا بتهيل 1000 عند ليفل 7 انا يمكن عم بحكي، او 800. ف 8 ضربات انت عم بتضل بتهيل، الفريق الثاني شقد بده يضرب؟ يعني شقد بده يضرب وفريقك هيك واقف عم بتفرج؟ اذا معك فريق قوي وانت قوي وبتحترف في كيمست، انت خلص ما راح تموت. التيم ديس ماتش افضل خريطه انك تلعب فيها كيمست، وتكون هيك يمشوا الاثنين قدامك ما بتموتوا. كيمست بس ضعيفه جدا ضد القناصات، فاذا انت بتحسن تفادى ضربه القناص كيمست راح تمشي معك سترونج واي وشي خرافي. بيجي بعدين يا معلم على ايريس. ايريس صراحه كمان يعني ما هي بتقل اي شيء عن كيمست، وكمان قويه جدا تمام، ولكن انا حسيت بهي الفتره انه كيمست افضل. ولكن شو ايريس بتضل قوية وبتضل لما بتصير ليفل 10 خرافية جدا جدا، ولكن راح اعطيها بي هي المرة. حتى اللاعبين اللي عم يستخدموا ايريس صاروا ضدنا قليلين، كلهم الاغلبية مالت لكيمست. هذا الشيء طبعا انا اللي شفته بالجيم خلال بين هذا الفيديو والفيديو اللي قبله، طبعا الفيديو قبله صار زمان كتير. بعدين يا معلم بنجي على فئة الاساسنز. الاساسنز هن مين؟ اللي هن بنطوا بطيروا بشيلوا بحطوا، عرفت؟ بيلعبوا هذا اللعب. ف وانا بحكيكم عن الاساسنز نسيت فيكتور وين احطه. لفيكتور هو كان مع التنكات طبعا. فيكتور يا حبيبي هو يعني سي، ما راح اعطي اكثر من سي، ظريف وقوي تمام، ولكن استخداماته قليله. وشو كمان انه بده معه سبورت، واذا حدا الخريطه مفتوحه خرائط البيلود اسكورت الاثنين تكون ضعيف فيها، بعد ما يموت اول مره بضربه وهو جاي لعندك وما بيحسن يعمل شيء. ف ظريف هو جدا ولكن في الخرائط الصغيرة، فلأنه مع استعمالاته ما كتيرة عطيته هذا التصنيف سي، لما هو قوي جدا تمام تمام. بنجي بعدين مثل ما كنا بنحكيكم على اساسنز يا حبيبي، شيل اليتا هيك، شوف شيل هيك بتحطها دي سي بي اي اس. اذا في شي فول اس حط لي اياها فول اس، عرفت ليش؟ لانه اليتا يا اخي ما بتموت. كمان نفس الفيديو حكينا ما بتموت، والله ما بتموت. يعني شو احكي ما بتموت؟ انا تخيلوا انا افشل لاعب اليتا تمام، باخذ جيمات ام في بي كثير بقليتها، يعني ما بتموت يا اخي، ما بتموت وقويه وسريعه وبتهرب تمام. وشو كمان؟ بتهيل وبتختفي، واذا ضدك قناص تختفي وتضربه من ورا وبتلف عليهم وجبل بتروح لورا وقدامه، رهيبه. اس بدون اي جدال يا حبيبي تمام تمام. بيجي بعدين عنا يا للاسف كثير خف استعمالها وكثير صارت ضعيفه بعد النيرف اللي صار، فكمان يا راح اشيلها واحطها بفئه السي.
ما زالت هي قوية، ممكن تنحط اي. يعني في ناس بيقول لك انه لا يا كتير قوية يا اخي، والله ضربتها ضعيفة جدا. الخرائط المفتوحة اذا ضدك حدا بيضرب من بعيد انت بتموت بسرعة كتير، تكون كتير محترف لحتى تحسن تلعب بيا اي حتى مو اس، عرفت شلون؟ فتصنيف سي طبعا هذا التصنيف يعني للمتوسط، عرفت شلون؟ للناس اللي بتلعب اللعبة عادية. اوكي، بنيجي بعدين عندك مين في كمان من الاساسنز. الاساسنز تقريبا خلصوا، ما في غير هدول تشمين اساسنز. في عندك ديجي يا معلم، ديجي بدي احطه انا كمان سي مع فيكتور تمام ومع يا، لانه ديجي ضربته عن قريب جدا جدا جدا. خرائط المفتوحه ضعيفه مثل فيكتور، حتى فيكتور انا شفته اقوى. صحيح هي الالتيميت تبعيتها يعني كويسه، تعطيها تفوق شوي على فيكتور وطلع لك بفتره وبتهيل، ولكن استخداماتها كتير قليله. اللاعبين ديجي كمان كتير قليلين، شخص او شخصين بس هن طلعوا لي محترفين بديجي، فما ممكن انه نصنفها هي كتير خرافيه. اوكي، بنيجي بعدين يا معلم عنا مين؟ عنا كريستينا. كريستينا طبعا ما راح احكي شيء، دي وخلاص ولم الموضوع بيناتنا تمام. جلوريا حبيبتي شي اللي حط لي اياها، وين حط لي اياها على البي؟ اخ على جلوريا، وين ايام جلوريا هيك يا معلم؟ لما شو لما كانت جلوريا عندها جليتش الحيط وسكروا لنا الحيط بالبيلود اسكورت يا معلم بالخريطه تبعت الجيجا كيف مي، فما ضل هيك جلوريا توقف ورا الحيط. هي صح توقف ورا الحيط بس لاجل هذا الشيء انا نزلت، ولا هي قويه وسفاحه وخطيره جدا. وفي شيء كتير مهم انا لانه نزلتها، السكين الجديد تبع جلوريا البيض اللي شايل لي اياه هناك من عند البنطلون، بس مورجينا الكالسون تبع جلوريا من قدام من ورا. لا شيء حطيتها بيه، حتى اذا بدي اعطيها دي تعطيها ابشع من دي، تعطيها اف كنت. اوكي، هوالينج يا حبيبي بعد ما عملوا لها نيرف وتصنفت كتير هي بشعه وكتير رديئه وهيك، رجعت العالم تستخدمها بعد البف الجديد اللي عملوا لها اياه على الاكتيف ابيليتي تبعيتها، فالعالم صارت تلعبها كتير، رجعت تطلع قدامنا هوالينج تمام، صار في ناس تلعب بهوالينج وضربتها قويه هي من الاساس. فراح نرجع نعطيها شو؟ راح نرجع نعطيها بي جود تمام. هنتر يا حبيبي بتشلي هنتر طبعا، وللاسف يعني هنتر احاول اني احطه هالمره شو هالمره اس. يا اخي هنتر خرافي صاير، هنتر الناس بلشت تلعب هنتر وتحترف هنتر، وضربتين هيد شوت وضربتين ونتفه بشيلك هيد، ضربته سريعه بيكشف الناس. صحيح الالتيميت تبعيته ما له فائده طبعا، من وجهه نظري ما له فائده، في ناس تلعب فيها حلو، ولكن يا اخي هنتر يعني شو احكي، بس برات البيت يا هنتر، غنوا له الفور كاتس غنوا له اياها هنتر يعني خرافي تمام. ولكن للاسف يعني بخبركم انه هنتر 100% يعني حسب كلام المطورين انه بياكل نيرف في التحديث الجديد. طبعا بعد هنتر عندنا جوني جيت بعد التحديث الجديد بس ضافوا له انه هو صار يختفي بدائرتين بحلقتين مو حلقه واحده، هو كان تصنيفه دي يعني، ولا اجل هذا الشيء وصارت ناس تستخدمه شوي معطيه سي يعني، ما انه هو فاشل يعني بس يلا سي معلش. كازاما يا حبيبي شلي وحط لي اياه بالاي. طبعا كازاما انا كنت ليه عن نفسه في ترتيب الفيديوهات القديم، بعد استخدام كازاما وبعد التعرف على كازاما والميزات اللي بيعمل كازاما واحتراف كازاما تمام، وحبيبي يا كازاما صار قلت 1000 كازاما في الدقيقة. بعد كل هاي الاشياء بحب اعطيك اي، جدا قوي انت وانا اسف وبعتذر منك وحبيبي يعني انت والله انك محترف بس انا ما كنت محترف فيك. طبعا بيجي بعدين عنا مارك حط لي اياه بالبي تمام، ما راح نناقش ليش يعني، ولكن تعرفوا مارك قدراته وامكانياته هي مو تشامب كتير خرافي تمام، ولا هو التشامب الاسطوري جدا. بعدين يا معلم عنا اوسس كمان شل لي اياه وحط لي اياه مع الاي. اوسس صاير قوي جدا، استخدامات التليبورت تبعيته صراحة هي اللي خلتني ارفعه للاي. يا اخي التليبورت تبعه يقلب اللعبة ويقلب موازين اللعبة كاملة، انت عندك تقريبا 15 ثانية عم توفرهم على الفريق، 15 ثانية كل ديد يعني شيء رهيب. الفريق الثاني عم يضل بياكل هجوم وضرب بفضل اوسس تمام، هاي شغلة. الشغلة الثانية انه المحترف في اوسس ما يخليك تلعب والله يمسك زاوية ويحصرك وما يخليك تطلع من اللعبة، والتيم بيس ماتش بوقف وبستلم وحركات كتير. فالاي هو المكان الافضل لمين؟ لحبيبنا وصاحبنا اوسس. شيل يا حبيبي شيل، والله اني انا راح اظلمك شوي يعني تمام، راح احطك سي. شيل مع وجود يا ومع وجود اليتا تمام، وشيل هي من اساسنز طبعا، فيديو كلب ما بعرف مين اساسنز وبنساهم. شيل يعني تاخذ سي،
استخداماتها قليلة، الشمات اللي بتلعب شيء قليل، ممكن تموت لو هي رجل عندك ما هي مختفية، كمان طريق طويل بتموت فقط بالخرائط الصغيرة، وما هو الجمب كتير قوي إلا إذا كان ليفل 10، وإذا ليفل 10 بحط لك إياها بي يعني. بعدين يا معلم عندك سندري يا حبيبي، شيل لي سندري وحط لي إياها أي تمام وبدون أي تفكير، وسندري مع الجمبات الأي وقوية جدا، والماكينة تبعيتها بتضرب كتير قوي وبتكشف المناطق وبتهلك أليتا وبتهلك إياها، يعني هي سندري الوحيدة اللي ممكن تعمل كاونتر لأليتا. تمام، هاي بكل اختصار سندري الشامب الوحيد اللي بيعمل كاونتر لأليتا. سكادي يا معلم، سكادي قوية جدا ولكن ما هي بقوة الشخصيات اللي حطيناها فوق، يعني هي ممكن تكون اي ولكن انا راح احطها بي. ليش؟ درءا للمشاكل، لانه في ناس ما تحب سكادي او في ناس انا ما بحب سكادي يا اخي، ما اشتحم بس هالشخصية هي. تمام، عرفوا لي اياها بي وطلب خصوصي مني، اقسم بالله اضرب الشامب ما ينضرب، اضرب ما ينضرب، والضربة بتيجي فيه، هي بدها بنج عالي ونحن فيهم بالوطن العربي. تمام، حتى انا بتركيا ما عندنا بنج عالي، فسلم علي. تمام، سكادي بي. اوكي اوكي، نجي بعدين يا حبيبي على تشامب السيزون 3، تشامب السيزون 3 سيزون 3 اللي هو شو؟ اللي هو جاتلين، او بما انه بتقول هي باللعبة كول مي جاتلين. ارتشلون جاتلين يا حبيبي تشامب خرافي قوي، ظريف، ضرباته خرافية، 200 ضربة بالرشاش السريع لما تكون هي بحالتها السريعة، و100 رصاصة بهالحالتها البطيئة، صراحة قوية جدا، بتشيل شخصيات قوية كتير. فالموضوع الآن شائك صراحة، وهل هي اس ولا هي اي؟ تمام، أنا ما راح أصنفها بي، يعني هي معروف إنه هي او بي، يعني إنه هلا لأنه تشامب جديد واللعبة بدها الناس تشتري السيزون فبتنزلها هيك. فشو راح نحطها؟ صراحة أنا محتار كتير، ولكن خلوني أحكي لكم هاي الشغلة. هل هي أفضل تمام ولا جلوريا من تشامبات الشوتر؟ طبعا أنتوا تعرفوا إن أنا مصنف جلوريا أفضل من تشامبات الشوتر. جلوريا يا معلم تضرب سريع، عندها شوت جان تمام، ضربتها قوية، ولكن جاتلين حسيت إنه تفوقت عليها. ليش؟ جاتلين بسبب إنه تضرب على مدى بعيد كتير، تمسك الخرائط أكتر من جلوريا تمام. وشو يا معلم الالتيميت تبعيتها حسيتها افضل من التيميت جلوريا. التيميت جلوريا حلوه وظريفه وقويه تمام، ولكن التيميت هي ممكن تساعد الفريق كله، فلهيك انا رح اشيلها واحطها بالاي تمام. ان شاء الله ما نكون ظلمنا اي شخصيه تمام، ولو نكون وصلنا للرحله النهائيه تبعيت الشخصيات اللي انا عملتها في تي 3 ارينا تير ليست سيزون 3. طبعا كتير شكرا لكم ولدعمكم، والقناة الحمد لله شوي شوي عم تتطور وهذا الشيء كتير حلو، ولولاكم ما كان صار هذا الشيء. حسابي الانستغرام موجود تحت بالوصف، انزلوا كلياتكم اشتركوا، بحاول هالفترة اني اشتغل على حساب الانستغرام، واي حدا ممكن انه يعمل او يدير صفحة في التيك توك تمام تابع على الي، يتواصل معي على الديسكورد تمام لحتى نحكي بالتفاصيل. فلو نكون وصلنا لنهاية هذا الفيديو، شكرا لكم لمتابعتكم، كان معكم ملك ملك كازي اول صانع محتوى عربي دابا بتي 3 ارينا. زي شوف الفيديو راح يطلع لكم، الفيديو يطلع لكم، اشترك بالقناة فعل زر الجرس حط لايك تمام. سلام عليكم.